السلام عليكم. بمناسبة عيد الأضحى إن شاء الله تعيدوا، إن شاء الله يكون عيد جميل للشعب الجزائري والأمة الإسلامية. أنا شوية مبحبح معليش، وإن شاء الله نتمنى النجاح اللي يجوزوا الباك والبي اف. السلام عليكم. نقول للشعب الجزائري عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا، واللي ما ذبحش سي باغراف معليش، ماهيش هذه السنه ماهوش فرض، ونقدروا نعيدوا بحاجه واحده اخرى، نروحوا نغافروا موالينا، نروحوا نغافروا حبابنا، نروحوا نتسالموا، نروحوا نضحكوا، نشربوا قهوه، ماهوش من شرط يكون اللحم. عيدكم مبارك وكل عام تكون ملاح ان شاء الله، ان شاء الله هذا العيد يطيح البركه، ان شاء الله كل المؤمن صلاه فيها خير. ونقول كاع المرضى بشفع عليهم ان شاء الله، اللي ما يشوفش ما يتلاقوا في العيد. بمناسبه عيد الاضحى المبارك، يعني اتقدم للشعب الجزائري المتواجد في داخل الوطن وفي خارجه بكل يعني كل تمنياتي الحر على كل حال، ومبروك عيدنا ان شاء الله، والله يجعل ان شاء الله اياماتنا كلها عيد. عيد اضحى مبارك لكل الشعب الجزائري والامه الاسلاميه وكل الجزائريين متواجدين خاصة في الخارج، هما اللي يحسوا أكثر، ونتمنى لهم أنهم هذه السنة اللي ما عيدوش مع الأهل تاعهم العام المقبل إن شاء الله يعيدوا مع الأهل تاعهم، والمرضى كذلك لكل مريض إن شاء الله الشفاء إن شاء الله لليه، والأموات تاعنا اللي رحلوا عنا نقول لهم ربي يرحمكم ويجعلكم من أهل الجنة. وتحابوا تأخوا، هذه فرصة في العيد، العيد عيد هو لقاء، هو أخوة، هو ليجمع العائلات ويجمع الأحبة ويجمع الناس قاع كاملين، وإحنا الجزائريين جزائري لأخيه الجزائري رحمة. كل الشعب تاعنا صحة عيدكم، وكل عام أنتم بخير، وربي إن شاء الله يرفد على الفلسطينيين ويعيدوا بالصحة والهنا، وصحة عيدكم. تهانية الخاصة إلى الأمة الجزائرية كلها، نقول لهم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، إن شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا، وما ننساوش خوتنا وأمهاتنا في فلسطين، نتمنوا لهم يعني كذلك حتى ولو راهم في يعني حالة ما تعجبش، قولوا لهم عيدكم مبارك والصبر وإن شاء الله ربي ينصرهم. نطلب إن شاء الله ربي يستر عيد الأضحى وعيد الفنان، نطلب لهم إن شاء الله ربي يطول في عمرهم إن شاء الله، وتحية الجزائر. صحة عيدكم، ينعاد عليكم بالصحة ولهنا إن شاء الله، تعيدوا وتعاودوا. عيدكم مبارك لجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله. بمناسبة العيد الأضحى المبارك، نتقدم باسمي وباسم الأسرة الفنية إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، وبلا ما ننسوا خوتنا في غزة وفي فلسطين، نتمنى لهم إن شاء الله النصر، النصر على القريب إن شاء الله. ونقول للشعب الجزائري عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وكل الفنانين إن شاء الله هما بخير، وإن شاء الله يكون الإنتاج في السينما في الإذاعة وفي التلفزيون إن شاء الله. كل عام هما بخير إن شاء الله، عيد مبارك، وكل عام والجزائري والأمة العربية بخير ان شاء الله. بون فيت تو لي زارتيست، قول لهم عيدهم مبارك وكل عام هما بخير، وبلا ما ننسى رانا على ابواب عيد الاضحى، ونقول لهم صحه عيدكم للجمهور الشعب الجزائري، نقول له عيدك مبارك ان شاء الله، كل عام هما بخير يعيدوا بالصحه.